مساء الخير، أهلا بكم أصدقائي وأعزائي المشاهدين. بداية كده قبل ما أتكلم عن موضوع الحلقة، حابة أتوجه بالشكر لشخصية مهمة جدا. الشخصية دي بتدعمني نفسيا ومعنويا وماديا، والحقيقة بتساندني دايما في أي حاجة، في أي خطوة أخطوها، وكان بيشاركني كتير جدا في فكرة وآراء البرنامج. حابة أتوجه بالشكر للأستاذ طارق فتحي، رجل الأعمال زوجي. الحقيقة هو دايما بيقف جنبي، دايما بيساندني، ما بيعترضش في حاجة حاسس ان هي ممكن تفيدني او ان هي تظهرني بمظهر كويس ولائق. فالحقيقة انا بتوجه لك بالشكر وبشكرك جدا من كل قلبي، وحابة اشكر كل اصدقائي وكل الناس اللي بتشجعني على اي حاجة كويسة انا ممكن اعملها. وبشكر طبعا الاعداد، وبشكر طبعا كل القائمين على البرنامج والعاملين على البرنامج بتاعي. بداية حابة أتكلم عن إنه موضوع حلقتنا النهاردة هو الأبراج. الناس هتقول إيه ده بقى؟ أنا هبتدي أخرف؟ هنتكلم عن الأبراج؟ هنخش في دجل وشعوذة؟ الحقيقة أنا عايزة أقول إنه مفهوم الأبراج اتظلم في وسطينا، إنه في فعلا ناس بتتكلم عن الأبراج وربطتها بالسحر والشعوذة، ربطتها بالكهنة، ربطتها بالعرافين. ولكن انا حابه اقول انه الابراج مختلف تماما عن الوضع اللي احنا فيه، او الناس اللي بتقول لك احنا بنتنبأ بواحد واثنين وثلاثه لانه لا يعلم الغيب الا الله. الحاجه الثانيه عايزه اتكلم فيها انه الغرب والاوروبيين طبعا فاكرين ان هم اول ناس اكتشفوا علم الفلك وعلم الابراج، وان هم دي حاجه يعني عملوها قنبله. أحب أرد عليهم وأقول لهم حاجة مهمة جدا، إنه علم الأبراج ده من آلاف السنين ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم. وهرد عليهم برد بسيط ورد صغير، وهقول إن ربنا ذكر في آية البروج، في آية الفرقان، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وفي نفس الوقت قال والسماء ذات البروج. إذن علم الأبراج ده مذكور في القرآن من آلاف السنين، من قبل الأوروبيين والغرب ما يتكلموا فيه. الحاجة بقى اللي أنا عايزة أتكلم فيها، طب إيه علاقة الأبراج بالحيوانات؟ طيب أنا هفسرها تفسير صغير خالص. أولا أبراج يعني إيه؟ أبراج يعني بناء ضخم، بناء كبير. الأبراج دي هي منازل للشمس والقمر، الأماكن اللي بتسكن فيها الشمس والقمر، وهم 12 برج. موجود دايرة في السماء اسمها دايرة البروج، ودايرة البروج دي بينزل فيها الشمس والقمر. القمر بيسكن في كل برج من الأبراج يومين وثلث. لو جينا حسبناها هنلاقي انهم 28 يوم. لو القمر استتر يوم هيبقى 29، والهلال بيظهر في 30. لو القمر استتر يومين هيبقى 30، والهلال بيظهر اول الشهر. وفي نفس الوقت برضو الشمس ليها منزلة في كل برج، 12 برج. وعلى فكرة الأبراج دي مربوطة بعلم الفلك، الاتنين مربوطين ببعض. وبرضو الأبراج وعلم الفلك مربوطين بالهندسة وعلم الهندسة، ولذلك هنلاقي في طلبة كتير من طلبة الهندسة بيدرسوا فعلا علم الأبراج، وفي نفس الوقت عندهم قواعد كده هم كانوا بيستدلوا بيها. بمعنى لو جينا قلنا ان طلاب الهندسة شافوا انه كوكب تقابل مع كوكب بزاوية قايمة، ده بالظبط بالنسبة لهم وضع سلبي. لو كوكب تقابل مع كوكب بزاوية 180 درجة وضع سلبي، وكان وقتها بيربطوا الأحداث دي بالأحداث اللي بتحصل على الأرض، سواء كانت أحداث سيئة أو أحداث وحشة. لو زاوية 120 درجة وزاوية 60 درجة ده وضع إيجابي. إذن كله مربوط ببعضه، سواء كان علم الفلك أو علم الأبراج أو سواء كانت الهندسة. طب عايزة أتكلم في حاجة، إيه دخل الأبراج بالحيوانات؟ طب ما هي الحيوانات ذكرت في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحمل والثور، وذكر السنبلة اللي هي العذراء، وذكر الحوت. نيجي بقى إحنا نقول إن إحنا طورنا العلم ده وبدأنا نربط أحداث العلم ده بالحيوانات وبالصفات، واستنبطنا منهم شخصيات البني آدمين. أنا كنت بس عايزة أوضح صورة صغيرة عن إيه هو علم الأبراج، وإن إحنا ظلمنا علم الأبراج وقعدنا نقول ده شعوذة، ده سحر،
ده كهون، ده تنبؤ، وفعلا التنبؤ حرام والشعوذه والسحر احنا عارفين ان هو حرام، ولكن اصل علم الابراج اللي انا فسرته ده دلوقتي. فاصل وهنواصل مع علامه الابراج شيرين فكري. اهلا بيكي معانا استاذه شيرين علامه الابراج. اهلا بيكي يا نسرين، نورتينا وشرفتينا الحمد مرسي على لله. التقديمه تمام. الجميله دي، ميرسي. اتمنى تكون عجبتك التقديمه اللي انا قدمتها. عجبتني جدا استاذه شيرين. بدايه كنت زي ما اتكلمت في المقدمه وقلت انه في ناس بتربط علم الابراج بالسحر والدجل والشعوذه، ايه راي حضرتك في الموضوع؟ عايزه اقول للناس اول حاجه، كذب المنجمون ولو صدفوا او صدقوا، لاني احيانا بيصدقوا اللي هو ايه، الجن بيسترق السمع. طيب. فبيبدا ان في حاجات بتبقى صدفه انها صح، ولا يعلم الغيب الا الله. لازم قبل ما انت تسمع اي حد في الكون، بصي اي حد ممكن يطلع يقول لك انا بتكلم في الابراج، انا بتكلم في كذا، انا بتكلم في كذا، المفروض انا من قراراتي او من قناعاتي ان انا ما ينفعش اصدق اي حاجه. مش كل اللي يقول لك حاجه لازم تصدقها. طيب. دي حاجه، فدي اول حاجه لازم نقولها للناس، لازم نبقى حاطين رولز كده، قواعد جوانا، انا مش هصدق اي دجل. تمام. تاني حاجه، طب الصفات، لا طب انا شايف او سامع اللي قدامي بيقول لي صفات معينه، اه دي فيا قوي. طب انا لما اجي اقول صفات، واحنا النهارده في الحلقه هنقول صفات، المفروض ان هم يعملوا ايه؟ هل يسمعوا ويقول لك شفت قالت ان انا عصبي عشان تستحملوني، ولا قالت ان انا عصبي فابدا اطور من نفسي؟ المفروض هو ايه اللي يحصل؟ لا اغير من نفسي. طيب. اللي هو يعني انت استنبطي من ده زي لايف كوتش كده او الاستشاري النفسي، لما بيجي تتكلمي معاه ويقول لك حاجه معينه، بيبدا ان هو بيحاول يساعدك على تخطي المشكله، وان انا احاول ان انا ما ابقاش لود على اي حد من اللي حواليا، وابدا ان انا اغير من نفسي واطورها للاحسن. تمام. طب أستاذة شيرين، كنت عايزة برضو أتكلم عن تصنيف الأبراج كأبراج. هي مصنفة لكام برج أو إيه نوعيتها؟ هم أربع أنواع. في الأبراج النارية والهوائية والترابية والمائية. تمام. وجاية من اسمها كده، النار يا بتدفي يا بتحرق. تمام. فأنت هتلاقي أن الشخصيات النارية كلهم فيهم ده وفيهم ده. تلاقي البرج المائي، بصي لما يبقى رايق الدلع كله. لكن لو انا السرطان سرطان الروقان والدلع كله وهو رايق. لكن لو الموجه عليت يبقى الدنيا. انا بقى اللي هبقى متضرره لو وقفت قصاد الموجه، هغرق. لازم ان انا اول ما الاقي الموجه عاليه اقف على جنب لحد ما الموجه تنزل وتبدا يروق تاني، لان انتوا من اطيب الناس، بس ساعه عصبيتكم ما بتبقوش شايفين قدامكم، بتبقى هياج، بس بتقعدوا تحللوا المواقف. لو هنتكلم عن السرطان حقاني جدا بيحلل المواقف خطوه بخطوه ويشوف المواقف كلها ويبدا ياخد قرار، بس علشان يوصل للقرار السليم ما اقفش قصاده بقى وهو متعصب. ومتعاون جدا جدا، جدع ومتعاون وطيبين جدا وجدع، ما تحبوش تشوفوا حد محتاج حاجه ما توقفوش قصاده. ده فعلا. ولكن لو لقيتوه بيكذب او مش مقدر او عمل موقف، انت يعني المفروض ان انا زي ما رديتك، المفروض لما تلاقيني محتاجه حاجه تقف جنبي، فانت بقى بتتضايقي جدا جدا، وخصوصا بقى لو عزيز. انت لكم مثل كده يقول لك ايه، العتاب بين الاحبه. انت لو ما كنتش حبيبي قوي انا ما كنتش هفور عليك ولا ازعل منك. اه. وبرده فينا صفه ان احنا لما بنشيل حد من دماغنا لو اتطبقت السما على الارض ما بنرجعش نفكر او نتكلم معاه تاني. طيب استاذه شيرين معانا اتصال. معانا ام يوسف من القاهره. اتفضلي. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي حضرتك، معاكي استاذه شيرين. لو سمحتي يا استاذه شيرين، انا 20/10 وجوزي 8/8. تمام. الميزان مع الاسد عيوني. مش متفقين مع بعض بصراحه. هقول لك ليه مش متفقين مع بعض. العفو يا حبيبي. هي برج الميزان. تمام. تمام. العقل والقلب والخناقه اللي بينهم، وعايزه تفهم
وهي شايفة ان هي متعرفش تقول كلام حب كتير، تمام، بس غلبانة جدا وتحب الضحك والهزار وكل حاجة. عايزة احتواء وعايزة طبطبة وعايزة تفهم ليه عملت كده. لما تيجي مع رجل الأسد، الأسد مستني برضو الزوجة هي اللي تبدأ معاه، هي اللي تحتويه وهي اللي تطبطب عليه علشان يبقى دايما قطة، تمام، ما يبقاش أسد. هي بقى وقت العصبية عايزة تتكلم دلوقتي وتفهم دلوقتي، هو لا، سيبيني أهدى وبعد كده وبعدين أتكلم. فبتقعد تزعق، فهو يتعصب ويبقى اسد، فيعمل يقول اعلى مفخرك اركبي. احنا مش هنلحق، شكلنا استاذه شيرين على اتصالات. معانا ام احمد من القاهره، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ام احمد من البحيره، اتفضلي. ام احمد من البحيره، اتفضلي. ازيك يا استاذه شيرين؟ ازيك يا ام احمد، منورانا. الله يخليكي يا حبيبتي، جزاك الله عنا كل خير. ربنا يخليكي يا عيوني، اتفضلي. الله يخليك. انا 15/3 وجوزي 28/11. حاضر. 28/11 وبنتي 3/11. اوكي. على طول مش متوافقين انا وجوزي. بيغلس عليكي شويه، يعني بيقول الكلام لازع شويه. حاضر. شكرا ليك يا ام احمد. اسماعيل رد معي. طيب، فنصيحتي بقى للميزان، هي الميزان لما بتتعصب ومحدش يقدر يفهمها بتتعصب جامد وصوتها بيعلى، تمام. فانت علشان تهدي من الزعيق ده، هي طيبه جدا، ابدا فهمها عملت كده ليه، والعكس يعني اللي فيكم يقدر ما عندوش ضغوط. لو انت لقيتيه جاي من الشغل تعبان، حاولي تسيبيه لما يهدى وبعدين تتكلمي معاه عشان راحتك انت. نفس الحكايه لو لقيتها متردده ومتعصبه وعايزه تفهم انت عملت كده ليه، ريح عقلها هتمتلك قلبها. هي كل الحكايه ان كل واحد فيهم عايز ياخد وما يديش، تمام. بس الميزان من الطيبين جدا، طيبه وحقانيه وما تكذبش واي حاجه، فلازم ان انا احتويها واحس بالجوهره اللي في ايدي. طيب. طب استاذه شيرين، كان عندي سؤال، ازاي تم الربط بين الابراج وبين صفات الحيوانات وبين صفات الشخصيه للانسان؟ موضوع الابراج اصلا دي ليها، كل برج ليه حدوته اسطوريه من ايام اليونان، تمام. فزي مثلا الدلو، ان في حد اعجب جدا ببنوته وبدا ان هو يتحول لحصان ونزل في البير وبدا يقول لها ايه، ارمي الدلو بتاعك. فبصي الحدوته كده. برج ايه تاني؟ برج العقرب، ان العقرب كان متضايق من الصياد جدا جدا، فبدا ان هو من كتر ما الصياد بيضايقه وعامل له توتر، فبدا ان هو قرر انه يقتل الصياد. فهم مجدوا او حاولوا قرروا ان لما اتقتل الصياد رفعوا برج العقرب للسماء ودخل ضمن المجموعة الفلكية، بس حطوا العقرب في مكان وحطوا الصياد في مكان علشان ما يبقوش قصاد بعض ويتضايقوا من بعض. إذا الأبراج دي هي أساطير فعلا، وتحولت بعد كده، حولناها بقى أساطير من أيام اليونان، حولناها إحنا مصنفات بقى على الشخصيات والبلاد. أيوة. طيب، معنا تليفون، معنا إيمان من مطروح، تفضلي. ألو. ألو. ايوه، كنت عاوزه اسال. انا مواليد 11/11 وجوزي مواليد 5/8 للاسف. حاضر، تمام. اتفضل، خليكي معانا وتسمعي الرد في سؤال الحوت والقوس. هي بتقول ان هما مش متوافقين مع بعض. بنوتة الحوت بتحب حالة الحب جدا، حالمة، طيبة، بتحب الجمال وبتحب تتدلع وبتحب تسمع كلمة حلوة من الزوج، الله انت جميلة النهاردة، انت خسيتي النهاردة، ايه الجمال ده، تسلم ايدك، الكلام ده بيفرق قوي. ومرتبين جدا ومنظمين جدا. فلما تيجي بقى مع القوس، رجل القوس، عارفة حسين فهمي، يا واد يا تقيل، تقيل هو طيب جدا على فكرة وبيتثبت بسهولة، بس لسانه سابق الكلام. يعني هو ممكن ما يقولهاش كلام حلو، بس مثلا لو لقاها لابسه مش حلو، ايه اللي لابساه ده؟ ايه اللي عاملاه ده؟ الاكل ناقص ملح. طب ما لما كان مظبوط انت ليه ما قلتش ان الاكل كان جميل؟ هو جدع وطيب، بس بيحب الصحاب بقى، ما يحبش ان هي تقول له لا رايح فين ولا جاي منين. ما بيعرف، عايز صحابه وعايز القهوه وعايز الفسح، هي لا، هي عايزه البيت والاسره والاحتواء وان انت تفكر فيا وتاخد بالك مني. هو معجب بيكي عشان انت كامله الانوثه والدلع والجمال كله. اوعي تفتكري ان هو مش بيحبك، لا، هو بيحبك جدا، بس هو لغته كده. وقت الجد لو ركزتي هتلاقيه من اطيب الرجاله. وبصي لنص الكوبايه المليان، هو لا خنيق ولا هيفضل يركز معاها رحتي فين وجاتي منين وما تخرجيش وما تكلميش فلانه ولا علانه. فسايبها براحتها، مديها يعني مكان الحريه تعيش حياتها. فخلاص نبص، ما فيش راجل كامل، نبص للحته الحلوه اللي فيه. طيب استاذه شيرين، كنت عايزه اتكلم بقى في حاجه بنسمعها دايما، يقول لك انه كوكب البرج الفلاني بيحكمه الكوكب الفلاني. يعني مثلا زي برج الحمل بيقول لك انه اللي بيتحكم فيه كوكب المريخ. ايه علاقه، يعني العلاقه دي جت منين؟ جت منين الابراج مع الكواكب؟ ايه اللي ربط بينهم؟ هقول لك حاجه، هو كل الموضوع ده كله تبع علم الفلك، تمام،
ولهم مني كل التحية علماء الفلك. ولكن أنا كان كل اللي يهمني من موضوع الأبراج الصفات، لأني أنا اكتشفت أن كتير قوي من المتجوزين حياتهم بتتحول لظلام وبعد، ونكون واخدين بعض عن حب، ولمجرد أن احنا مش قادرين نفهم التركات بتاع بعض، أدخله إزاي، أخليه يحبني إزاي، فاهمة؟ عمر ما كان الراجل هيحب الواحدة عشان عملت شعرها أصفر ولبست حلو والكلام ده كله، لا بالزبط. هو عايز تفهمها وتقدره، والعكس صحيح. الراجل عمره ما انت هتجيب طلبات البيت وهتدخل الولاد احسن مدرسه، ماشي ولادنا كويسين وانا فين؟ فانا كان كل همي اني اوصل رساله لكل زوج، زوجتك مهمه من اساسيات حياتك، ورساله لكل زوج الدنيا بقت صعبه قوي، فياريت تهتمي بزوجك شويه وما تتعوديش مثلا ان هو تاخدي وما تديش، هو كمان محتاج، لان الرجل طفل كبير وانت وشطارتك. بس معانا ام محمد من القاهره، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازاي حضراتكم يا استاذ؟ الحمد لله. اتفضلي. انا 19/7، واولادي ابني الكبير 12/12 والصغير 3/6. تمام. وبعدين ممكن اقول للاستاذه شيرين حاجه؟ اقول لها انا تعبانه ومأذيه، ممكن تقولي مثلا، تقدر تقولي على اي حاجه يعني؟ تمام، حاضر، خليكي معانا يا فندم واسمعي الاجابه. هي تقريبا السرطان وليها ابن الجوزاء، قوس وجوزاء وقوس، ما شاء الله، الله يعينك. سرطان والجوزاء والدلو والعذراء دول جميل. حياة أنا عايشة فيها، لأن عيلتي كلها هم الخليط ده بالظبط. طفل القوس الشهيصة والجنان والعند والخروج، دمه خفيف جدا وتضعفي قدامه. يعني يعمل كل غلطة وغلطة وبعدين يضحك عليها بكلمتين. ما بيحبش حد يدي أوامر، ما حدش يقول له أوامر، بس بيطلع من الموضوع في ثانية. طيب وغلبان جدا، وعلى قد ما هو مرح بره جامد جدا، بس يدخل البيت عايز يقعده بس يفضل ساكت. تمام. طفل الجوزاء كئيب ومتقلب المزاد ومودي بالنسبه للام، هو بره فظيع وجميل مع صحابه جدا، ويعني سواء بنت او ولد قد ايه انت صاحب صاحبك وجدع وكل حاجه، بس لو جوه ما لقاش ان هو تديله برستيجو، انسي، هيبقى يعني يقعد في اوضته ومنعزل تماما عن البيت كله، ولا كانه فرد من البيت. فانا هنصحك نصيحه، لان انت ولادك الاثنين ليدر وشخصيتهم قويه، اسمعيهم، مش كل الاطفال زي بعض، اسمعيهم الاول وحاولي تحتويهم وتديهم مساحه للحوار، مهم جدا مع ولادك، هتلاقي نفسك كويسه. انت كسرطان ليه حاسه كده؟ لان القوس ممكن يقول لك انت ما بتعمليليش، انت مش ام، انت فبيجرحوها قوي، لان انتوا كسرطان حساسين قوي وقلوبكم طيبه وبتنجرحوا بسرعه، فانتوا مش عايزين على حاجه تلاقي دمايتنا قريبه، ممكن من غير حاجه خالص، بس لينا بنعيط فعلا. طيب لما تيجي بقى ابنها قوس سهم يعني، او جوزاء لما بيتقلب نفسيته بتتقلب، بيعور بكلامه وكانه عارفه اللي هو بيقول كلام صعب قوي ونقط الضعف، فتيجي الام حاسه نفسها وحيده، حاسه نفسها ملهاش حد، مش حدش فاهمها، انا بدي ومحتوي خايف عليكم وانتوا لا. طب هي مأزية، التحصين، حصني نفسك وادعيهم. التحصين دعاء. طب استاذه شيرين ناخد يوسف مستويز. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام استاذ يوسف، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. كل سنه حضرتكم طيب. وحضرتك طيب. لو سمحت كنت عايز اعرف البرج بتاع حضرتك والمدارس. اتفضل يا فندم. برجك ايه؟ انا 21/7/1973. تمام. كام انت؟ و 18/2/79. 18/2 و 21/7. تمام، حضرتك اتفضل. اسمع، 9 ولا 7؟ 7 7 21/7. طب كويس، انا كنت كاتباها 9. تمام. اوكي، السرطان، السرطان مع الدلو. رجل السرطان، رجل السرطان طيب وحنين غيرور، بيغير عليها قوي وعصبي شويتين. تمام، بيحلل المواقف طول الوقت. لما يجي مع بنوتة الدلو، بنوتة الدلو بتحب الهزار والضحك والفاشن والجنان وكل حاجة، بس ما بتنساش القديم. طبعا. فمع كل مشكلة تعالي لي بقى، فاحنا بنبقى قاعدين بقى ماسكين ورقة وقلم، هو سرطان وهي دلو، فقاعدين بنحلل مين الصح ومين اللي غلط ومين اللي عمل، لا بس انت كلمتي في كذا، فانت عملتي كذا، فبنقعد قاعدين مع بعض على ترابيزة اجتماعات نشوف مين اللي كان غلطان. تمام. بس رجل السرطان يا استاذه شيرين متهيألي عصبي برضو جدا، عصبي جدا وحنين جدا. ما هو حنين، عايز بقى اللي تضحك عليه.
تمام. طب لو جينا عكسنا، انثى السرطان مع رجل الدلو، رجل الدلو بيشيل ما بينساش، بنوتة السرطان بتحلل المواقف بس ما تحبش النكد. تمام. فهي هو بقى لما بيتخانق بيقعد بشهرين متخانق ممكن. تمام. وما ياكلش في البيت ويسيبها، فهي بقى بتتضايق. ده رجل الدلو. رجل الدلو شويه في خناقاته شديد شويه، بس رجل الدلو برده في نفس الوقت يعني هو بيهتم بمهام الامور الحياتيه اكتر من بيقول البيت. الهم ساعه الخطوبه بيبقى كويس ورومانسي، تلاقيه بيحب الموسيقى ويهتم وياخد باله انت لابسه ايه، انت ايه لما يكون رايق. بس لما بيتجوز بيبقى عايل هم الولاد والفلوس والدنيا وعايزين نعيش احسن عيشه ونودي اولادنا احسن مدارس، فانا دايما اقول بيجي عليه تراب، فمحتاج زوجه تنفض التراب اول باول وتفكروا احنا كنا ايام الخطوبه بنعمل كذا، فاكر لما كنا بنعمل كذا، فاكر لما سافرنا، فاكر انا زوجي الدلو على فكره يا استاذه شيرين، وفعلا في صفات دي في صفات دي كتير. طب معنا ايناس من القاهره. الو اتفضلي. وعليكم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي مع حضرتك يا فندم. ممكن اقول برجي وبرج جوزي؟ اتفضلي معاكي. انا 17/9 92. تمام. وجوزي 1/3 وممكن ولادي بس. اتفضلي. انا مش عارفه اتعامل معاهم خالص، هم كلهم برضو حوت زي باباهم. 3/3 و12/3. مش فاهمينك خالص. خالص. اتفضلي اسمعي معانا الاجابه. هي سرطان برضو؟ لا هي التسعة العذراء. عذراء. بتتكلم لغه وهم بيتكلموا هم التلاتة لغة تاني. تمام. فهم التلاتة شايفينها جديدة عليهم. هي يوم ما لفتت نظر رجل الحوت لفت نظره فيها جمالها، أنوثتها، شياكتها، عقلها، لأن الست لما يتواجد معاها العقل بتبقى جميلة أكتر. ولكن لما لفت نظرها في كل ده تمام، ولكن هي بتفكر بالعقل جامد قوي. يجي بقى رجل الحوت، هم بالنسبة للسيدة العذراء أنت في اللالا لاند، انت في حته تانية خالص. هم العذراء اساسا كمان عقلانيين زياده عن اللزوم، بيفكروا بالعقل وبيحبوا بالعقل. انا عندي والدتي واخويا العذراء بيفكروا بالعقل طول الوقت فعلا. وبعدين لما يلاقوكي غلطانه في حاجه بيقولوا وشويه اسلوبهم بيكون لاذع على امل ان انت تغيري من نفسك. بس لما بيزعلوا بيضربوا كرسي في الكلوب، تبص تلاقي الدنيا هاجت. العذراء ده ما بقاش عذراء. ما بصي بقى ليه؟ لان هم شايفين لك. ما هو بصي، حلو المنطق جميل. تمام. حلو، وحلو ان انا احط 1+1=2 فعلا. تمام. هو صح، 1+1=2 وكل حاجه، بس احيانا بنبقى محتاجين شويه ان انا اوصل الرساله للناس اللي زي كده. ازاي انت عايزه توصلي؟ انت كلامك صح بس الطريقه بتكون غلط. فهم طول الوقت مقموصين، طول الوقت هو زعلان، انت مش حاسه، انت جايه عليا، انت مش بتحبيني. الولاد نفس الحكايه، بيقولوا لها نفس الحكايه، فهي حياتها بقت ماساويه وحاسه بتعيط، مخنوقه، متدمره. انتوا ليه كده؟ انتوا مش فاهمين. انا مش شريره على فكره. طب انا طيبه. استاذه شيرين، هم العذراء خصوصا في السيدات لما بيقعدوا يتكلموا او ينصحوا مره واثنين وثلاثه وبيلاقي اللي قدامه ما بينتصحش، بيعمل ايه وقتها؟ بيستكين بقى ويقول لك خلاص انا عملت اللي عليا، انا هعمل ايه؟ لا 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 لا، هيسيبك؟ لا يمكن ابدا. هترضخي الاوامر بكل الطرق، لان نفسهم طويل. تمام. نفسهم طويل ولازم. وعلى فكره والله هم بيخافوا علينا، على فكره طيبين جدا، بيبقى خايفين علينا فعلا. وعلى فكره هو في الدنيا بتاعتنا دي المفروض ان احنا نشغل شويه قلبنا، عقلنا، ودايما اللي بيفكر بقلبه بس دايما ملي بيتحط في كميه مشاكل غير طبيعيه، وكلامهم بيبقى صح. بس احنا دايما اللي بيفكر بقلبه بس بيبقى عنيد. بيبقى استاذه شيرين، عشان ما شاء الله المداخلات. فاصل وهنرجع لكم تاني، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني نكمل مواضيع الابراج. معايا تواريخ استاذه شيرين كده بيسالوا عنها، عايزين نعرف 8/3 الحوت ولد ولا بنت؟ هم مش هو ولد، في الغالب ولد. 20/10 تمام. بنت ميزان بنت. و6/8 بنت. و11/7 بنت برضه. و11/7 سرطان. 11/7 سرطان. صح. ما انا حافظاهم بقى. الحته دي بتاعتي حافظاهم بقى. الطلعه دي بتاعتي. الطلعه دي بتاعتي. رجل الحوت، رجل الحوت بيحب حاله الحب. كل ست مننا بتبقى بتتمنى ان الراجل يكون حابب حاله الحب، يدلعها وياخد باله منها، يعمل لها جو رومانسي، يوديها خرجها يوديها اوتيل حلو، او يجيب لها يعزمها على عشاء حلو قوي الكلام ده. تمام.
بس لما يبقى انا بكون بتكلم وانت طول الوقت تاخد الكلام على محمل ان انا كاني بجرحك او كده، فبتبقى لود شويه. تمام، هما مش قصدهم، انت ربنا كرمك بحنيه كتير قوي. وعلى فكره هو ما يقدرش يشوف الجميله وما يقولش انت جميله، لازم بصي ايا كان انت مين، يعني اي بنوته معديه قدامه انت جميله قوي احلويتي. الكلام ده مظبوط، لان انا كنت وردي الله يرحمه كان برج الحوت، وكان فعلا كده اخر لحظه كان دايما يقول لنا شوفني انا او مامتي او اختي ده حلو، انت يفرح بيكم النهارده كده، بالظبط كده، وينجزكم فعلا ويخرج معاكم ويتباهى بيكم. ده اللي انا بقى كنت بتكلم عنه، انه فعلا احنا لما بنتكلم عن الصفات الشخصيات ونيجي نربطها بالابراج، هو فعلا الحاجات دي حقيقه. هو مش تنجيم ولا ان احنا بننجم، صعب عليه قوي قوي. ناس كتير مننا بتعمل ايه، تتصل بماما وتقول لنا ايه، طب ابقي سلمي على بابا. طيب. لا هو عايزك تتصلي بيه معايا تليفون، انا معايا تليفون، طب هما مكان، ويتقمص بقى ويتخصمك ومش هكلمك تاني. ليه هو انا مش معايا تليفون تكلميني عليه، تروحي ليه تسالي ماما عليا. فهم حساسين جدا في حاجه حلوه قوي، مرتبط باولاده واحفاده والحاجات دي كلها، بس بيتزعلوا بسرعه، بس بيضحك عليهم. فاحتويه بقى علشان خاطر يفضل فيه الجمال ده. البيت اللي فيه حب بيبقى نعمه كبيره يعني. طيب. حاجه حلوه. 2010 2010 بنوته الميزان. بنوته الميزان لو اتفهمت صح هيبقى البيت مليان جمال. بنوتة الميزان بتحب الهزار والضحك، ما بتحبش المشاكل اطلاقا، وقاعده جنب الحيط وعايزه تعيش. طيب. عايزه تعيش، مش عايزه مشاكل ولا كذب ولا 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 حاجه ابدا. ولكن هي لما بتتضايق او حد يجي عليها قوي تلاقيها اتعصبت جامد جدا وزعقت جامد. طيب. فدايما حقها ضايع بالزعيق، دايما بالزعيق والعصبيه والنرفزه. انتوا بتضغطوا يا جماعه، خدوا بالكم الناس دي غلابه، في خناقه اصلا طول الوقت في المخ، فما يبقاش خناقه بره وخناقه جوه. طب ايه هي الخناقه اللي جوه اصلا؟ خناقه بين العقل، عقلها يقول لها ما تكلميش فلان، يجي القلب بس حرام، هي انا قلت لك كذا مره، ففي خناقه جوه. فريحوا عقلهم هتكسبوا قلبه من الاخر. 6/8 6/8 الاسد، بنوته الاسد. شوف هتلاقيها اسد بقى، تقول ايه دي ما فيهاش انوثه ابدا، دي 100 راجل، معناها هي انثى جدا جدا جدا، قطه بقى، وايه الحنان كله والحنيه كلها والدلع كله. وتتكلم في البيت حاجه وبره حاجه، اللي تحبه بس يشوف الشخصيه الثانيه، تتكلم زي البيبي زي الاطفال بالظبط، وجميله. طيب معنا تليفون استاذه شيرين، ايمان من القاهره. الو اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. هو حضرتك على البرج؟ نعم. تقول لك على البرج بتقول؟ اتفضلي قولي معاكي. بصي حضرتك انا في شهر 6. تمام. كام 6؟ 10 وخطيبي في 12/2. انت كام 6؟ انا 10/6. 10/6 وخطيبي 12/2. 12/2 تمام. شكرا يا ايمان. اسمعي 10/6 جوزاء. جوزاء طبعا لما بتكون رايقه الدلو ما بياخدش في ايديها غلوه، بثانية تخليه بصي طاير في السماء. بس لما تزعل منه تبهدل الدنيا. بالظبط. الجوزائيين ليه الناس بتخاف منهم؟ رغم ان هم حد كده يا بخت اللي ارتبط بيهم. لان عندهم الشيء ونقيده. بالظبط. الشيء ونقيده في ايه؟ وقت ما تعصب ممكن اقول كلام يوجع، واول واحدة تعيط هي وتقعد تعتذر هي، وحتى لما تكوني انت اللي مظلومة بتضيعي حقك بالكلام اللي بتقوليه. بالظبط. تمام؟ فالدلو ما بينساش، بيراكم بيراكم بيراكم، بيتناسى، بس بيراكم كتير، ففجأة ممكن تلاقيه اختفى من حياتك. ما بيستحملش الإهانة. الدلو على قد ما هو يبان ان هو انسان طيب وينسى، بس بيبقى من جواه فاكر كل ثانية وكل لحظة. فعايزة اقولك اول ما تلاقي نفسك العصبية هتبدأ، سجلي لنفسك اول ما هتسمعي اللي انت كنت هتقوليه، هتقولي يا لهوي اللي انا كنت هقوله ده، عشان تحافظي على قصة الحب دايما تبقى مستمرة للنهاية. معنا اتصال برضو تاني، محمد من القاهرة. الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. محمد من المنوفية. تمام. محمد من المنوفيه. انا برجي 4/11 ومراتي 12/9. 12 ايه؟ 12 كام؟ 9 يا فندم. 12/9. تمام يا فندم. 9 حاجه يا فندم. تمام يا فندم، اتفضل اسمع الاجابه. قبل بس ما ناخد استاذ محمد، كان برضو معانا تاريخ 12/22/9 ولد. 22/9 عفوا، ده يعتبر اخر العذراء. العذراء واول الميزان، فده بيريح شويه حته ان العقل بس اللي شغال، بيبقى فيه شويه حنيه. تمام. بيكسر الجمود شويه. في ناس بتقول ان رجاله العذراء ما عندهمش قلب. لا، هم ما اتخلقوش بقلب، ما فيش القلب ما اتخلقش جواهم، لكن نفسهم يعيشوا كل لحظه من الرومانسيه والجنان والدلع، فبيبقوا مستنيين زوجه
تطلع الجنان ده كله، تعلمهم. استاذه شيرين قبل ما نكمل بس عشان المخرج ما يقتلناش، هو 25/11 25/11 بالظبط. طيب فعايزين الاول نرد عليه ونكمل. طيب ماشي، 25/11 هو كده القوس. القوس طيبين، وشعاره ان الله جميل يحب الجمال، يحب الحاجه الحلوه، الاكل الحلو، الست الحلوه الذكيه الخفيفه اللي مش زنانه، اللي تديله مساحه من الحريه. اسمعي بقى، تسمع بقى زوجة 25/11 تسمع الكلام ده. زوجة 25/11 تركز معانا ازاي تقدري تكسبيه وتحمد ربنا بقى وتعرف النعمة اللي في ايديها. شفتي بقى، شفتي هم متواضعين متواضعين ما بيرضوش يشكروا في نفسهم كتير، لا هم ناس طيبة جدا جدا. اديله مطلق الحرية، بس بيني وبينك كده ما تخليش المخرج يسمعنا، اربطي رجله برباط بسيط بس وسعيه، يعني خليه كبير، فخليه مع صحابه، اول ما تلاقيه هينطلق ويبعد شديه شده بسيطه ليكي. طب تشديه ليكي ازاي؟ لا بالطلبات ولا بالكلام الكتير، تشديه ليكي بالكلمه الحلوه، تشديه ليكي باكله حلوه، تشديه ليكي بان انت تشكري فيه او تهتمي باهتماماته او بشغله، كده هي ترجعه البيت تاني. لكن لو هو حس ان البيت ده فيه مشكله، فيه طلبات، فيه نكد، فيه زعيق، فيه اي حاجه، انسى ان هو بيحبش بيكبر. طيب الاستاذ اللي اتصل من شويه وقال 4/11 و12 9 هو وزوجته. 4/11 هو العقرب. العقرب الناس بتخاف منه. العقرب يوم ما بيقرر يرتبط، مراته هي كل حياته، هو خدها وخطفها من الناس ودخلها الصومعه بتاعته، بيته، الوطن بتاعه، اسرار البيت اسرار حربيه محدش يعرف عنها حاجه. تمام. بيتنا وحياتنا نعيش فيها على قد ما احنا، يعني بصي انا راضي، انا حبيتك، بصي الراجل ده مراته تخند، مراته تعبت شويه عشان ولاده، ما يجرحهاش، ما بيبصش للحته ولا يجرحها ولا يهينها، بل بيساعدها على انها تتخطى الازمه دي، وبيبقى راضي من جواه وبيحاول ان هو يرجعها تاني قبل الجواز. فمن الرجاله الحلوه قوي في كده، ما عندوش ادنى مشكله يساعدها في البيت، في الولاد، في تربيتهم، في كل حاجه. طب هو يتخاف عليه يتخاف منه في حاجتين، اولا هو رجل غامض، يعني تلاقيه يبقى متضايق من حاجه فيتنفخ زي القنفذ كده ويبدا متضايق قوي، وهو مستني ان هي تعرف من نفسها، لا هو فلازم انت تقول، فهي بتبقى ساعات محتاجه انها تسمعك، عرفها انت متضايق منها في ايه، ما تسيبهاش كده. وخصوصا هي مراته كانت برج ايه؟ العذراء. العذراء، برج العذراء. هي هنبص لو مع العقرب، هي ناقد. ناقد ماشي، فهو ماشي جنب الحيط، فهي ممكن تكون شايفاه كانه ضعيف او جبان مش عايز ياخد. لا انا اعرف اخد حقي كويس قوي قوي، بس انا مش عايز مشاكل، لان انا لو خدت حقي هبوظ الدنيا، لان الذنب السام بيطلع بيموت كل اللي حواليه. طيب. فهو عارف ياخد حقي كويس قوي. هي جميله وطيبه، وهي ممكن ما بتقولش بالكلام، ما تعرفش لغه الحب، بس هي بتحبك جدا، فانت دايما خليك جنبها واحتويها عشان تقدر تراونها. استاذه شيرين وصلنا لقنا، ومعانا كرم من قنا. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل ممكن اعرف برجي؟ 24/2. 24/2. 24/2. تمام. المعيشة وكده يعني. حاضر، تحت امرك، اتفضل بس اسمعنا. 24/2 الحوت، برج الحوت. رجل الحوت احنا اتكلمنا عنه النهارده، متصدر كتير بقى. النهارده حوت الحوت كتير. مسيطر. رجل الحوت هقول لك حاجه بسيطه قوي، ما تضيعش حياتك كلها متضايق وصعبان عليك ان الناس مش مقدره، ان هم مش حاسين بيك او مش فاهمينك، هتعيش طول الوقت عايش ان انت ضحيه، وحياته هتضيع في الانعزال. رب الكون ميزنا بميزه، ربنا اداك حب وطاقه حب كتيره، انشرها، ومش شرط ان انت تاخد. الناس بتحبك جدا وبتحب اماكنك، بس لما بتتضايق وبتتقمص وبتاخد جنب الناس بتخاف، ليه؟ ايه اللي خلاك اتعصبت العصبيه دي كلها؟ بس طب ما استاذه شيرين كنت عايزه اكلمك في حاجه عن الابراج وتصنيفها، يعني الناري هم مين، الهوائي هم مين. اوكي. وبرده في ناس بتسالني عن رجل برج الثور وعن برج الاسد في الرجل وبرج الحمل. طيب نجاوب السؤال الاول، اتفضلي. برج الناري اللي هما ثلاثه، الاسد والحمل والقوس. تمام. دول طيب. مولعين بقى، مولعين بس النار، النار بقى، وهي مولعه يعني حب وجنون الحب، جنون الحب ده اي ست تتمناه. تمام. واي راجل يتمنى الست المجنونه في الحب، مفيش سن يوقفها عن الحب.
طيب جنون الناري ان انا متوهج دمي خفيف وبحب الانطلاق والاغاني والحاجات دي كلها. ان الناري معناها العصبيه. الناري معناها ان انا اطلع وبالشطاره وانزل على ما فيش. الناري معناها اللي في قلبي على لساني. كل دول النار، بس في الاخر دايما تخاف من اللي بيخزن وما بيقولش، لكن اللي في قلبه على لسانه دول ما تخافيش منهم قوي. الترابيين، الترابي بحطت ايدك من بالبلدي كده تسيبيهم 60 سنه ترجعي تلاقيهم هم بنفس المقدسات ونفس اللي هم الجدي والعذراء والتور. تمام، بس بيتفاوتوا. يعني العذراء عقلاني جدا بس تمام، لا يؤمن بوجود القلب في الامور الحياتيه قوي. الجدي فعلا في حته في القلب، في حته قلب بس بيحب ياخد اكتر، يتدلع اكتر. التور عنيد ويحب يتفرج كده يستفز اللي قدامه، ومشهور بضحكته اللي من هنا لهنا وهو وعينيه هي اللي بتتكلم. عنده حب التملك برضه جدا جدا، بيتملك الحاجه حتى لو مش عايزه. ما هم الترابيين كده عايزين اللي كلامهم يمشي. طب المائيين زي ما قلنا لما بيكونوا رايقين، مائيين بقى اللي هم مين؟ سرطان. ايوه، والعقرب. والعقرب الدلع كله. والحوت، ما هو الحوت والسرطان والعقرب الدلع، ما لهمش في المشاكل وعايزين يعيشوا حياه مليانه بالاستقناص والهدوء النفسي. لكن الثلاثه كل واحد فيهم، الحوت والسرطان والعقرب، لما بيهيجوا بيقلبوا الدنيا، بيكسروا زي موج البحر بالظبط، زي الطوفان بالظبط. يعني دايما بقول لك انا ومن بعدي الطوفان. دي ما قلت الشر الحليمه اذا غضب، لما باجي اتضايق اقول لهم يا جماعه سيبوني كده كويسه بالزبط. لو غضبت بقى الطوفان وانتوا حرين. بس الفرق بين الثلاثه، السرطان عصبي بس بيحلل المواقف وحقاني حقاني، الحوت عصبي بس بيعيش دور الضحيه طول الوقت. اللي هو مين؟ الحوت. الحوت تمام. العقرب عصبي بس بيموت لما بينهار، بيموت هو وضحيته، يعني الجاني والمجني. بالظبط، لان هو في عصبيته بينهار، بيترعش وبينهار جدا، ان هو بيكره يأذي حد بس هو اعمى في عصبيته، ما بيشوفش اللي قدامه، فبالتالي بتبقى عشان كده بيجي على نفسه كتير قوي. بيجي على نفسه كتير. هم دول. طيب قلنا كده المائي والترابي والهوائي. الهوائيين قلنا الدلو والجوزاء. الهوائي يا اما مكتوم اللي هو الجوزاء والدلو والميزان. يا اما مكتوم وكتمتهم صعبه جدا وهم بس اللي معاهم الباسورد بتاعهم. يا اما الله، بس على فكره جوائن. بيرضوا باقل حاجه، يعني اقل كلمه كويسه ترضيهم، نسمه هوا معديه، اقل تصرف كويس ترضيهم، تضحكي عليهم بس تفهميهم، بس دماغ يعني تضحكي عليهم بمزاجهم. لا شغال العقل. معانا استاذه شيرين ام احمد من البحيره، اتفضلي. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا 11 وجوزي 15 3 30 23 1 30 11 و 15 3 ايوه. وبنتك؟ وبنتي 20 23 1 23 1. شكرا يا ام احمد، اتفضلي اسمعي الاجابه. القوس والحوت 30 11 و 15 3 و 23 1. القوس والحوت بتموت فيه، بتموت فيه حرفيا وبتحبه جدا. ام احمد بتموت في جوزها؟ بتموتي في جوزك يا ام احمد؟ بتموت فيه بس مشاكلهم كتير جدا ومش قادره ترضيه، مش عارفه ترضيه ازاي. يعني يكون رايق وكل حاجه بس هي اللي في قلبها على لسانها عفويه جدا جدا، مش قصدها تضايقك، مش قصدها تنتقدك، مش قصدها تتعصب، مش قصدها يا طول الوقت بتقول انا ما كانش قصدي. هو في عز لما يكون رايق بتبقى هي طايره من الفرحه، بس لما بيقلب بيخلي البيت كله نار، فهي بتتوجع وبتعيط كتير، لان هي على قد ما هي تبان بميت راجل بس اكتر واحده دموعها نازله، فهي بتعيط كتير، صعبان عليها ومش عارفه ترضيه ازاي. فانا عايزه اقول لك هي ما بيبقاش قصدها خالص انها تضايقك ولا تنتقدك ولا اي حاجه، حس بيها وافهمها وقرب منها، لان دي من اطيب الناس. بنوتتها الدلو صاحبتها وهتبقى امها اكتر من هتكون بنتها. طيب استاذه شيرين معانا عمر من القاهره، اتصل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اقول اسم برجي. قولي البرج بتاعك. انا برج الدلو، انا 11/2 عشان تسعة. الدلو 11/2. طيب يا عمر اسمع الإجابة. برج ولد ولا بنت؟ ولد. دلوة برضه. طيب ده نفس تاريخ ابني وفي الغالب هيطلع هو ابني. ما حاسه من صوته. أنا كنت عايزة أكلمك عن برج الدلو وعلاقة برج الدلو والسرطان والجوزاء الثلاثة مع بعض لو هما أسرة واحدة. الدلو مع السرطان الأول. تمام.
الدلو مع السرطان، انتوا لما بتكونوا رايقين وانتي كده رايقه بتبقى قعدتكوا كلها مسخره وضحك. بالظبط. تمام. وبيضحك عليكي ويقعد يضحكك جدا، ويضحك عليه فعلا، ويهزر معاكي ويعمل لك قلاشات ويقول لك نكت ويتنطط وبيبقى فظيع. انتي نفسك بتضعفي وبتعيشي طفولتك معاه. تمام. ولكن لما تيجي بقى في امر ضروري عايزه تفرضي رايك، هو يزن 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 وانتي استنى اصبر مش عارفه ايه الكلام ده، عنيد وما بيجيش بالاوامر فعلا، وما يحبش ان انت تصغريه، كبريني اعمل لك اللي انا راجل، بس بيتكل على غيره. بصي بقى الدلو عايز مساعدة، يتدلع، ده الطفل مش الراجل. والراجل، الراجل الاثنين، الراجل والدلو بيحس ان انا دلوقتي قررت ان انا هعمل الواجب، كلكم تاخدوا بالكم مني، انا دلوقتي بعمل الواجب، انا دلوقتي بعمل اللي هو برافو عليك، اللي هو انا حليت يا ماما شفتي انا عمل. انت شاطر، اللي هو كل اللي رايح واللي جاي لازم يدلع. بيحب يلفت الانتباه جدا، سواء كان الطفل او الراجل. وذوقه حلو. ذوقه حلو قوي اكيد. فنانين كده. ذوق طبعا عشان مش طاري القمر كله. ذوقهم حلو جدا جدا. طب الجوزاء، لان انا عندي برضو توأم جوزاء ولد وبنت. الجوزائيين على فكره، حد يفوق التاني يكتئب، ده يفوق التانية يكتئب. وهم لما دخلوا في مود الاكتئاب ما تعرفيش تطلعيهم، هم بيطلعوا نفسهم بنفسهم فهم. لكن وهم مع بعض عشان توأم، فهم مرتبطين ببعض اكتر منك، يعني انت هم تحسي ان انت ضيف شرف في البيت يعني احيانا. مشكلتهم برضو ان هم كويس، انت حساسه قوي، فانت بتحبي ضحكهم، بتحبي شخصيتهم، بتحبي لو فيهم بنت، هم بنات ولا اولاد؟ لو فيهم، لو بنات ذوقهم حلو وكل حاجه، بس ليه بتجرحوا ماما؟ بيجرحوا بقى لما يقلبوا، بيجرحوا جامد. ماما حساسه مش عايزه تسيطر عليكم، ماما خايفه عليكم، ماما عايزاك تشوفكم احسن ناس. انتوا صح، وممكن تكونوا شخصيتكم قويه، وممكن تكونوا ليدر في المدرسه والناس كلها بتسمع كلامكم، فاهمين كل حاجه، بس في الاول وفي الاخر محدش هيخاف عليكم اكتر غير ماما، واكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. انا عندي البنت والولد، عندي البنت تحسيها قياديه أقوى. شويه شخصيتها أقوى. اجمد وشخصيتها اقوى، والولد عاطفي اكتر من البنت. بالظبط فعلا. تدخلي له من ناحيه القلب. طيب برده معانا بقى 1-7 المعد بتاعنا، عشان برده ما يقتلنيش استاذ احمد، جيبه 1-7. السرطان. السرطان زي ما قلنا رجاله السرطان طيبين وحنينين جدا، وبيحلل المواقف وعايز يفهم كل حاجه، الموقف ده حصل ليه وده اتعمل، عشان يقدر يقفل الباب. نفهم ده حصل ليه واتعمل ايه، بس زي ما قلنا حقانيين جدا ناس السرطان، حقاني وهيوصل للقرار، بس مشكلته ان هو لما بيتضايق بيتوجع قوي، فبيبقى حساس قوي، فيدخل في مود، ده بيأثر على الصحة جدا سواء راجل او ست. برج السرطان بيتأثر على صحته جدا، وممكن تلاقيهم عندهم الضغط سواء واطي او عالي، سكر. ليه؟ لان هم بيجوا على نفسهم، بيتعصبوا جامد وبيتعصبوا، مبيقوش عايزين يزعلوا اللي قدامهم، بس عايزين يفهموا. 25-10 بقى. 25-10 العقرب. ولد. ولد العقرب اتكلمنا عنه، ماشي جنب الحيط، مش عايز مشكلة، اقدر ارد، اقدر اخد حقي، اقدر اعمل كل حاجة. غامض، ما بيتكلمش، عايز اللي قدام يفهم. غيور، شكاك، كرومبو. ايه اكتر الابراج الغيورة؟ السرطان غيور. رجل السرطان غيور. رجل السرطان غيور. السرطان قلنا، والعقرب غيور. رجل التور. ورجل التور غيور جدا. جدا. غيور جدا، يغير. القوس بيديكي مساحة. بيحب مراته تبقى حلوة، بيحبها مسيطرة وحلوة وجميلة، بس يتعصب جدا لو حد بص عليها. دي ممتلكاتي، اوعى يالا انا هنا. الاسد، انا اسد يالا، اللي هو انت ازاي تفكر، بيتقلب اسد على طول لو حد فكر يجي جنب ممتلكاته، مراته، بنته، صديقته، حتى في الصديق يغير عليها، تحسيه رجل شرقي. طب العلاقات دي استاذه شيرين، اللي هي الازواج والاولاد والابناء، لما نيجي نصنفها على انهم الابراج مع بعض، بنلاقيها فعلا في علاقات متوافقه وعلاقات غير متوافقه جداً. يعني دي حقيقه فعلا؟ طبعا. بصي، انت ممكن يكون عندك 3 ولاد وبتحبيهم جدا لانهم ولاد اطفال، بتحبيهم، بس في حد منهم وقت ما بتكوني بتعيطي بتحبي حضنه، هو حنين، وتحسي انه بيحس بيكي اكتر من التانيين، بيفهمك. في حد من ولادك تلاقيه وقت الجد، اول ما يلاقيكي فهمك من عينيكي، اول ما يلاقيكي متوتره تلاقيه واقف جنبك جدع، فاهمه؟ في حد تاني تلاقيه انت بتجبري ان هو ممكن يكون صغير، تروحي تسالي اعمل ايه في موقف زي كده، ما حد ممكن يقول لك ايه ده انت بتهزري، ده ابنك الصغير، قولي له بس انا بقتنع بارائه. فاولادنا مش زي بعض، وحسب احتياجك.
وخصوصا الزوجه لما يكون زوجها مش حاسس بيها قوي، فبتملى الفراغ ده بان اولادها يكونوا سندها، هم رجالتها بقى، هم اللي عندها. عشان كده لو انت عايزه تلاقي سند في اولادك ما تربيهمش كلهم بقوانين واحده، لازم تبقى مختلفه، كل واحد نتماشى معاه بطريقه التفكير يعني في ولد بيجي بالعنف فعلا، وفي ولد لا بيجي باللين. يعني تلاقي لما تتعنفي شويه مع ولد تبص تلاقي جاب نتيجه كويسه. ولد القوس لازم تفوقيه، بس مش بالزعيق والاهانه. لازم تبقى، اصل هو بصي وراه، بصي مش قادر يقعد، يعني تلاقيهم اذكياء جدا بس ما يدخلوش كليات عاليه. لان لازم يجي في بيحب الضحك ويتنطط ويقعد، وتلاقيه في الامتحان عارف كاتب الاساسيات بس ما كملش الحاجه للاخر. تمام. متهور، فبيبقى لازم ماما تفوقه. لازم تفوق، فاهمه؟ في برج تاني لا، عشان خاطر ماما نفسها تشوفك احلى واحسن حد في الدنيا، الدلو. لو انت دخلتي له من الحته دي هيروح هو يحس بالمسؤوليه، فيبقى عايز يفرح ماما. استاذه شيرين انا اتبسطت جدا بالحلقه بتاعتك دي النهارده، والوقت عدى بسرعه كده، وكنا عايزين ساعتين ثلاثه بقى نقعد نوصف في الابراج ونتكلم فيها، ونورتيني وشرفتيني، وسعيده جدا بلقائك، وان شاء الله اكيد هيبقى لنا لقاء مقبل ثاني معاكي. اعزائي المشاهدين، يا رب نكون اسعدناكم وفهمناكم ايه معنى كلمه ابراج بالمفهوم العلمي بتاعها، لا سحر ولا دجل ولا شعوذه ولا تنبؤات، وملناش علاقه بالحاجات دي. ان شاء الله انتظرونا الاسبوع المقبل في نفس الميعاد الساعه 4 مساء مع نسيم محي الدين وبرنامج ليلى.